استأذنك بس انت تعمل الصوت بتاعك ميوت علشان ما يبقاش في صدى صوت. اهلا وسهلا بكم. اولا انا بعتذر جدا جدا على التأخير، دي كانت غلطة إلكترونية. احب اعرفكم بنفسي الاول، انا ريهام حسن، استاذ مساعد علاج جذور ورئيس القسم في الجامعة المصرية الروسية. اتمنى ان انتم تبقوا شايفيني كويس وتبقوا سامعيني كويس. احنا النهارده زي ما اتكلمنا في الانترو اللي قلناها الصبح هنتكلم على الريبريشن ريبير. طيب انا ليه اخترت الموضوع ده؟ الفكره كلها انه بعيدا عن العلم ان احنا بنقول ان البريفريشنز هي تاني سبب من اسباب الفيليرز، هنقول انه دايما لو بصينا في الجروبس اللي موجوده عندنا، يعني احنا عندنا في مصر جروبس كتير بتشير النولج والدكاتره بتسال فيها، فدايما من ضمن المشاكل الاساسيه اللي الناس بتقع فيها زي ما انتم شايفين البريفريشنز. يعني الناس بتصور صور وتقول انا مش عارف انا عملت بريفريشن ولا لا، استخدم ام تي اي ولا ما استخدمش. طبعا انتم شايفين ان الكواليتي اوف اكس رايز دي هنتكلم عليها بالتفصيل، ان احنا علشان نعرف اصلا نحدد اذا كان في بريفريشن ولا لا محتاجين كواليتي اوف اكس رايز تبقى احسن من كده. بس دي مقدمه، اكتر حاجه بتبقى عليها اسئله دايما في كل جروبس. فلو احنا قلنا انه من ضمن مش عارفة إذا كنتوا لسه شايفيني، إنه من ضمن أكتر المشاكل اللي بتقابلنا البرفليشن، فإحنا في الطريق بتاعنا النهاردة هناخد حبة معلومات. هنتكلم لأول حاجة على إيه هي الديفينيشن، يعني إيه أصلا البرفليشن، إزاي أقسمها. الحاجة التانية إيه الأسباب اللي تؤدي لحدوث البرفليشن، عشان لو عرفنا الأسباب هنعرف نمنعها. لو عرفت ان انا عندي بريفريشن ازاي اعمل لها مانجمنت، دي هنتكلم عليها بالتفصيل، وايه الادوات وايه الماتيريالز وايه التكنيكس. واخر حاجه هنتكلم عليها هي البروجنوزز، يعني البريفريشن اللي انا عملته ده قد ايه هيسوع التريتمنت بتاعي وقد ايه السنه دي هتعيش. فقالك ان البريفريشنز في الاول زي ما انتم شايفين هي عباره عن كوميونيكيشن او كومبليكيشن ممكن تحصل، سواء بقى انا بعمل ابسس ممكن اعمل بريبريشن، وانا بعمل ميكانيكال بريبريشن ممكن اعمل بريبريشن، او انا بعمل البوست. بس يعني دي حاجه زي تعريف عام، تعالوا ندخل سبيسيفيك اكتر. هيقول لك ان البريبريشن هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كوميونيكيشن، يعني اتصال ما بين الروت كانال سبيس والبريدونتال ابريتس. والبريبريشن ده ممكن على فكره مش لازم ابقى انا السبب، يعني مش لازم يبقى ياتروجينيك، مش لازم تبقى غلطتي، ممكن تبقى باثولوجيكال. باثولوجيكال معناه ان في كارث، والكارث هو اللي ادى الى ان يحصل فيه بريفريشن. انا هوريكم في الاول كده صور للحالات بتاعت البريفريشن، يعني في الاولانيه دي في فايل داخل جوه البريفريشن عشان نتعرف عليه. الصوره الثانيه هي عباره عن جت بريك اللي جه حشى كان عامل بريفريشن، واعتقد ان البريفريشن دي كانال وحشاها. او ثالث صوره انتم شايفينها دي اللي كنا بنتكلم عليها اللي بيشير عليها الماوس دلوقتي، دي عباره عن باثولوجيكال، يعني الاكستنشن اوف كارث كان كبير لدرجه ان هو اكل الفلور وعمل بريفريشن. فعمل كوميونيكيشن ما بين البالب تشامبر وما بين البون كافيتي، او بعد ممكن يجي لنا بيشنت عامل اصلا اندو حاشي وقافل وريستريشن وكل حاجه، وبعدها لسه العيان بيشتكي فجالك علشان بيسالك نعمل ايه. او اخر حاجه زي في البوست، وانت بتعمل دريلنج البوست ممكن تعمل بريفريشن. دي اشكالها الكلينيكال، لو انت ما عندكش ماجنيفيكيشن ما بتبقاش شايف كويس قوي، لكن كل ما الماجنيفيكيشن بتاعك سواء لوبس او سواء مايكروسكوبس كل ما انت بتبقى قادر تحدد اكتر. طب خلينا ندخل بقى، دي كانت انترو، خلينا ندخل في ديتيلز اكتر. الكلاسيفيكيشن ممكن نقول انه زي ما قلنا واحنا بنعمل اكوردنج للبروسيجر، واحنا بنعمل اكسس عملنا بريفريشن، او وانت بتعمل ميكانيكال بريبريشن عملت بريبريشن. بريبريشن في الحاله دي ممكن يبقى لاترال او ممكن يبقى ستريب. واخر حاجه زي ما قلنا بعد ما نخلص الاندو، سواء بقى واحنا بنحط بوست او في كيس عملنا فيها ريتريتمنت واحنا بنشيل جات بريكا ممكن نعمل بريبريشن. اللي احنا هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل هو البريبريشنز ديورينج اكسس كافيتي بريبريشن، يعني دي اكتر حاجه بتحصل واكتر مشكله بتواجهنا. ممكن برضو نقسم البريفريشنز اكوردنج للسايز،
يعني ممكن تبقى السايز بتاعها صغير شبه الصورة أو كبير، ما بنقولش بقى صغير أو كبير حسب ما أنا شايفاها بعينيا ولا لأ، إحنا بنحددها according to file 20 size 20. لو الفايل بتاعنا لو البريفريشن بتاعنا أصغر من الفايل رقم 20 فيبقى ده small، لو هو أكبر من الفايل رقم 20 يبقى هو large. يفيدني في إيه بقى المعلومة دي؟ دي معلومة مهمة جدا على فكرة، لأنه according to size according to prognosis. يعني إيه؟ يعني لو كان السايز بتاع البريفريشن ده صغير، ده معناه إن أنت هتقدر تعمل له سيل، يعني هتقدر تحشيه وتمنع إن يحصل ليكج أكتر، فبالتالي البروجنوزس بتاعه أحسن والسنة دي هتعيش وقت طويل. لكن كل ما حجم البريفريشن بيكبر، بالتالي أنا السيل بتاعي بيبقى أقل، لأنه حتى بنوصل لأنه في حالات ما أقدرش أعمل لها ريبير وأضطر أدخل في السيرجيكال اوبشن بتاعي ان انا اعمل لها مثلا باي كاسبيتاليزيشن. يبقى ده اكوردنج للسايز، السايز حدد لي انا هعمل تريتمنت شكلها ايه. حاجه تانية بقى الوقت، يعني ايه الوقت؟ هل انا دلوقتي عملت بريفريشن وانا شغاله في العياده وهجرب اصلحها على طول؟ فدي بسميها immediate او فريش، ودي كانها ما حصلتش فعليا. لو انت عملت بريفريشن في الكلينيك وانت عندك المعلومات ان انت ازاي تصلحها وصلحتها وعملت سيل، كأن البريفريشن دي ما حصلتش. او اللي احنا بنشوفه بقى انه العيان راح وعمل دكتور تاني والدكتور التاني حشى او عمل اكسس وعمل بريفريشن وما قالش للعيان وعدى عليه شهور، كل ما بيزيد الوقت كل ما بيحصل عندي جرانيوليشن تيشو، كل ما البروجنوزس بيقل، كل ما البكتيريا كونتامينيشن بيزيد، كل ما البروجنوزس بيقل، كل ما الجرانيليشن تيشو بيزيد، كل ما البريدونتال بريك داون بيزيد، فبالتالي الحاله بتروح في دايركشن مختلف تماما والبروجنوزس بتاعها بيبقى اوحش بكتير. طيب انا ممكن اقسمها كمان اكوردنج للوكيشن، يعني مكان البرفريشن اللي انا عملته برضو لازم ناخد المعلومه، انا مش عايزاك تعرف المكان بس، ايه فائده ان انا اعرف المكان؟ فبيقول لك هي يا اما سيرفايكل يا اما عند الليفل اوف ذا كريستال كون او سب كريستال اللي هي ابيكال. سيرفايكال يعني فوق الليفل بتاع البون. طيب دي هبقى انا شايفاها كويس قوي والاكسسبيلتي بتاعتي ليها هتبقى كويسه قوي، فلو انا شايفاها كويس بالتالي واكسسبل انا هعرف اعمل لها سيل كويس قوي. الكريستال بقى عندنا مشكله دايما اللي هي عند الليفل اوف ذا بون، انها دايما زي ما انتم شايفين كده في الصوره بيجي معاها بون لوس، هنا كده بيجي بون لوس دايما. الابيكال رغم انها على فكره من اصعب الحاجات ان احنا نعمل لها سيل، هي ابيكال معناها انها ابيكال تو البون كريست ليفل، لكن هي من احسن البروجنوزز، يعني احسن الحالات اللي تعيش. زي بالظبط الفراكشر، دايما بنقول انه لو الفراكشر كان كرونال، يعني لو واحد اتخبط في سنته وحصل كسر، لو الكسر ده كان كرونال يبقى الكونديشن دي وحشه، لكن لو ابيكال الكونديشن بتاعته كويسه ويمكن اصلا ما نعملهاش اي علاج. ليه؟ لان طول ما هي ابيكال، طول ما هي بعيده عن الاورال كافيتي وعن السلايفا وعن الجينجيفال فلويدز، فبالتالي هنا ما فيهاش كونتامينيشن، ما فيهاش بكتيريا كونتامينيشن. وانتوا عارفين ان في الاندو كل مشاكلنا دايما بتبقى مع السيل ومع البكتيريا، فيبقى كل ما كانت ابيكال انفيكشن وانا عملت لها سيل كل ما كانت البروجنوزس بتاعتي في الحاله دي احسن. طيب انا ايه بقى الاسباب اصلا اللي بتخليني ممكن اعمل بريفريشن وانا بعمل اكسس كافيتي؟ لان ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. واحد من اكتر الاسباب بقى هي ان احنا ما بنبقاش عارفين ان السنه دي تلتت، او ان انت مش قادر تظبط الكونترا بتاعتك او الراوند بتاعتك مع اللونج اكسس اوف التوث. بيحصل ده في حالتين، بيحصل سواء البيشنت ده كان مركب كراون وانت بتعمل اكسس ثرو كراون، او ان البيشنت دي مثلا خلع الاسنان اللي قبلها وحصل ميزيال شيفت او ميزيال دريفت للسكس وانت ما خدتش بالك وما عملتش اكس راي. بالتالي تعالوا نشوف مع بعض كده انا بتكلم في ايه. لو انت مدخل الراوند بير او البير اللي انت بتستخدمها عشان تعمل اكسس وهي ماشيه مع اللونج اكسس اوف التوث انت في السليم، لكن لو المشكله زي ما انتم شايفين ان لو السنه دي انكلايند وانت مدخلها
مش في المكان المظبوط، يبقى هيحصل لك ريفريشن عند النقط دي. لو شفناها على اكس رايز هتبين اكتر. يبقى مجرد انك ما عملتش اكس راي علشان تشوف ان السنه دي انكلايند واستخدمت البير وعملت اكسس عادي، هتؤدي الى ان يحصل معاك ريفريشن. وطالما احنا بنتكلم على الكوزز، يبقى وان اوف ذا بريفنشن ستيبس في الحاله دي انه ما يبقاش عندك اي كيس تبدا تعمل لها اندونتيك تريتمنت قبل ما تعمل لها اكس راي، مهما كانت انه انت متاكد السنه دي اللي البيشنت بيشتكي منها وان البيشنت عنده كل ساينز والسيمتومز اللي بتقول لك ان السنه دي هي اللي فيها المشكله، ستيل يو نيد ان انت تعمل اكس راي، سواء عشان تعرف المعلومه دي او علشان حاجات تانية كتير، اعرف ان السنه دي ريستورابل ولا لا، انا ايه اللي يخليني ادخل في كيس واعمل لها روت كانال تريتمنت وبعدين اكتشف بعد كده ان السنه دي اصلا مش ريستورابل. فيبقى دي اول حاجه. وتخلوا بالكم دايما انه زي ما بنعمل بريفيشن او ممكن نعمل بريفيشن في السنان البوستيريور، ستيل اذا انت مش عارف الاناتومي والدتوت ومش فولوينج الرولز اللي احنا بنمشي عليها واحنا بنعمل اكسس، هتؤدي حتى لو انت بتعمل سنه انتيريور الى ان احنا نعمل بريفيشن. طيب الحاجه بقى الثانيه ان احنا بنقول عليها انه السنه دي يحصل فيها ريدكشن للسايز اوف ذا بالبل شامبر، سواء البيشن ده كان اولد ايج او ابتدى يحصل كالسيفيكيشن. فانت زي ما انت شايف، انت مش شايف هنا البالب تشامبر الفراغ ده اللي احنا بنقع فيه. احنا دايما بنقول ان احنا عشان نعمل اكسس بنستخدم الراوند بير، بنعدي الانامل والدنتين وبعدين بنستنى لغايه ما يحصل دروب في البالب تشامبر، لان التشامبر دي معناها ان هي غرفه فاضيه، فمستنيه ان انا احس ان الريزيستنس بتاعت البير بتاعتي قل فاعرف ان انا في البالب تشامبر. بص هنا لو شفت اخر صوره انا لسه حطاها، الصوره اللي على اليمين، هتقدر بالظبط تعرف الفرق اللي انا بقوله. كل ما الايدج اوف ذا بيشنت بيزيد، كل ما بيحصل ريدكشن في سايز اوف ذا بالب تشامبر، وبالتالي فانت مش واخد بالك وقاعد مستني ان يحصل دروب. وبرده ده ديكت ان احنا ممكن نكون ما خدناش اكس راي او ناخد اكس راي وما ناخدش وقت في ان احنا نقرا كل الداتا اللي احنا محتاجينها منها، فبالتالي ممكن اعمل بيرفيشن. تعالوا نشوف الكلام ده على صوره احسن. يبقى احنا هنا جبنا السنه، الفراغ اللي انت شايفه في النص ده هو البالب تشامبر. انت عندك نعمل دنتين وبعدين بالب تشامبر. احنا دايما بنقول ان احنا محتاجين نستخدم الراوند بير لغايه ما نعدي الانامل والدنتين ونقع في الفراغ اللي في النص، الاوضه الفاضيه دي اللي هي بنقولها دروب. فالغلطات اللي احنا بنشوفها يا اما ان انت تقف فوق عند الليفل اوف ذا دنتين، فانت هتبقى انت عامل كده انت فوق عند الروف مش تحت عند الفلور. طالما انت فوق عند الروح صحيح تقدر توصل للكنالز، لكن الفايلز بتاعتك بتقع تحت ستريسز كبيره جدا، فبتؤدي في الاخر ان الفايل هي اللي تتكسر. اللي المفروض نعمله ان احنا نقع نستنى لغايه ما يحصل دروب عند البالب تشامبر، ومن الاكستنشن ده اغير الراوند بير وابدا استخدم سيف اند ستون واخلي الاكستنشن بتاعي لاترال بس علشان يديني الصوره دي. الغلط اللي انا ممكن اعمله بقى ان انا بستخدم الراوند بير لما استخدمتش السيف اند ستون، بستخدم الراوند بير واعدي الانامل والدنتين والفلور بتاعي وادي الى بيرفوريشن في البايفوركيشن زي ما انتم شايفين كده. طيب من ضمن اعداء دكاتره الاسنان كلهم الام بي 2، يا مشاكل الدنيا والاخره. ومصر بقى طبعا انتوا عارفين احنا بنحب نخلي كل حاجه بهزار، فقال لك ايه يعني الافلام بتاعتنا كلها بنطلعها على الاد، هتعرف تطلع الام بي 2 والام بي 3 كمان لو عايز، وفي الاخر النتيجه اللي بتحصل هي البريفريشنز من كل مكان. فاحنا هندي النهارده شويه هنتات كده ان ازاي نلاقي الام بي 2 علشان نحاول نسهل المشكله دي على الناس. احنا كلنا عارفين انه الاكوارد مولر، طبعا معظم الناس عارفه ان احنا عندنا ميسيو باكر كانال وديستو باكر كانال والباليتال، امال فين بقى الام بي 2 اللي بنتكلم عليها دي؟ يقول لك ان الام بي 2 اللوكيشن بتاعها هي بتكون باليتال للميزيو بكر، تحتها على طول على نفس اللاين اللي ما بين الميزيو بكر والباليتال. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نرسمها اللي هي فين، بس بيسموها حتى تيل اوف كاما. يعني ايه تيل اوف كاما؟ يعني انت لو بترسم الكاما اللي هي الفاصله، يبقى الدايره الاساسيه هتبقى الميزيو بكر واخر ديل في الفصلة هي اللي هتبقى الام بي 2. طب تعالوا ناخدها بالتفصيل. قال لك اول حاجه انا ممكن اقولها لك علشان تتجنب انك تعمل بريفريشن، ان انت دور على الام بي 2 بعد ما تخلص كل الكنالز،
خلص الام بي 1 وخلص كل الكنالز، وخلي اعصابك بقت هاديه، وخلي الاكسس كافيتي فلور بقى نظيف، وخليك شايف كل حاجه كويس جدا، وما عادش فيه بليدنج علشان تقدر توصل للام بي 2. الحاجه الثانيه بقى، لو احنا عايزين نعرف اللوكيشن بتاعها زي ما انتم شايفين كده بالظبط، هي بتبقى موجوده على نفس اللاين اللي ما بين الميزيو بوكال والبالاتل، بس سلايتلي تو ذا ميزيو 1 تو 2 ملم تحت الميزيو بوكال. تعالوا برضو نحددها، يبقى هي على نفس اللاين اللي ما بين الميزيو بوكال والبالاتل، لكن الاكستنشن بتاعها 1 تو 2 ملم تحتها وسلايتلي تو ذا ميزيو. ومشكلتنا الاساسيه انها تبقى مستخبيه، احنا بنقول انها متغطيه تحت شلف من الدنتين، وهنشوف دلوقتي ازاي اقدر اشيل الشلف ده من الدنتين. فيبقى ده مكانها بالظبط على نفس اللاين سلايتلي ميزيو و 1 تو 2 ملم تحت الميزيو بكر. طب لو انا عايزه اعرف احددها ازاي، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني؟ بنقول ايه الريد لاينز او البليدنج بوينتس. يعني لو انت شلت كل البالب تشامبر، البالب تيشو اللي موجود في التشامبر، هيفضل لك بس البليدنج بوينتس اللي هي النقط بتاعت البلد اللي طالعه من الكنالز، وتقدر تحدد يبقى النقطه دي هي النقطه اللي موجود فيها الام بي 2. طبعا انا مش هقول لك ان كل ما كان عندنا ماجنيفيكيشن كل ما العنده بقى اسهل. الحاجه الثانيه الشامبين تيست، الشامبين تيست اللي هو عباره عن انت تحط صوديوم هايبوكلورايت لو في بالب تيشو فايتال، كيس دي لو هي فايتال بس، هيبقى عندك زي بابلينج افكت كده بيطلع من اللوكيشن اللي فيه بقيه الكنال، بقيه البالب تيشو، فتقدر تقول ان البوينت دي ممكن تبقى فيها. او دنتين ماب، ودي اسهل حاجه، ان دنتين بقى احنا كلنا عارفين انه في خطوط جروفز بتكونكت ما بين الكنالز، لو احنا مشينا ورا دنتين ماب هنعرف نوصل للكنال اللي احنا عايزينها. او انك تستخدم داي، يعني احنا عندنا في مصر، انا مش عارفه عندكم ولا لا، في سيركاميد في العراق، لكن احنا عندنا في مصر في كنال ديتكتورز، دي عباره عن داي، او حتى هي عباره عن ميثيلين بلو يعني، او يعني اي حبر ازرق بنحطه بعد ما تخلص الميكانيكال في الثلاثه كنالز، حطه على الفلور واغسل مكان البوينت بتاعت الكنال، هتبقى متعلمه. اللي انا عايزه اقوله انه زي ما انتم شايفين في واحده من الصور بتاع الدكتور وليد كوردي، من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا، ان انت ما تستخدمش البير ابدا عشان تدور على الكنال. اللي احنا شايفينه واللي انا هشاور عليه دلوقتي، النقر دي هي عباره عن نقر في الفلور، يعني استخدم راوند بير عشان يدور على الكنال، لو كان زود اكتر كان عمل بيرفريشن زي ما حصلت في النقطه دي. يبقى انت عندك هنا دي عباره عن نقر نتيجه ان انت استخدمت بير علشان تدور على الكنال. طب هعمل ايه طالما انا مش هستخدم بير؟ استخدم التراسونيك. انا متاكده ان كل واحد في عيادته عنده التراسونيك ماشين، ايا ما كانت نوع الالتراسونيك ماشين اللي عندك هنستخدم عليها التراسونيك تب، تقدر تعمل بيها ترافينج. ترافينج يعني ان انت تشيل الجزء من الفلور اللي مغطي جزء من الدنتين اللي مغطي الكنالز، علشان توصل للام بي 2 او وات ايفر الكنال اللي احنا عايزين نوصل له. طب ليه ما استخدمش البير؟ عشان زي ما انت شايف فوق، مهما كانت الكونترا بتاعتك صغيره او ميني هيت في الاخر، انت مش هتبقى شايف البير بتاعتك بتقطع فيه، لان الهيد اوف ذا كونترا بتغطي على الاكسس، عكس لو انت بتستخدم ايه التراسونيك تيب. الالتراسونيك تيب اللي احنا محتاجينها لازم تبقوا زي ما انتم شايفين ليها لونج شانك، وفي الاخر تبقى دايموند كود. انا عايزه اقول ان احنا ما عندناش اي افليشن مع اي شركات، انا هقول لكم كل انواع الشركات اللي موجوده في مصر والتبس بتاعتها اسمها ايه. فاحنا اكتر حاجات موجوده الويد بيكر والموديفيكيشن بتاعتها اللي هي دي تي اي واللي هي تعالي انها كل الحاجات دي موجوده في كل مكان. اكتر حاجه موجوده عند كل الناس هي الويد بيكر، فانت مجرد انك يبقى عندك التراسونيك ماشين هنشتري بس التاب دي اسمها اي 3 دي، نفس التب اسمها نفسه برضو موجود في ايديث اي 3 دي وفي الدي تي اي. يبقى هي التب دي هي اللي احنا عايزينها اسمها اي 3 دي، فالدي تي اي بيبقى اسمها اي دي 3 دي، بس هي في كل الاحوال هم كلهم نفس الحاجه، انا عايزه لونج شانك وفي الاخر تبقى دايموند كودد علشان اقدر اوصل بيها
ان انا اعمل ترافينج علشان اقدر اشيل الجزء اللي بيبقى مغطي الكنال بتاعتي. احنا هنوريكم هنا فيديو وفي الاخر هقول لكم يعني ايه انتوا باشن اللي مكتوبه تحت دي، عشان احنا عندنا جروب على الفيسبوك هخليكم تعملوا سكان وتوصلوا له، وعليه فيديوهات كتير توضيحيه. فيبقى احنا بنستخدم الالتراسونيك تيب زي ما انتم شايفين لغايه ما بنقدر نوصل للكنال اللي احنا عايزينه. رابع مشكله بتواجهنا بقى هي ان انا يبقى عندي كالسيفيكيشن او ان انا يبقى عندي بالبس تون، والاثنين مش نفس الحاجه، بس احنا دي مش محاضرتنا. فيبقى سواء احنا عندنا كالسيفيكيشن في الكنال شبه الصوره دي اللي في الانتيريور، وبالتالي ادى الى ان هو يعمل هنا بريفريشن لانه ما قدرش يوصل للكنال، او ان انا عندي بالبس تون في الفلور وانا ما عرفتش وبالتالي قعدت ادريل ثروت لغايه ما عملت بريفريشن. علشان مشكله الكالسيفيكيشن دلوقتي واحده من الكالسيفيكيشنز اللي بقت كتيره في الاندو، هي ان احنا بنستخدم حاجه اسمها جايد بريمبانتكس. هديكم معلومه عامه بس كده، ان احنا زي ما بنعمل ستنت سيرجيكال ستنت عشان نيجي نعمل الامبلانت، بنعمل دريلنج فلويد علشان يحدد بالظبط المكان اللي انا عايز اعمل منه دريلنج، فبنعمل نفس الكلام في الاندو. وبيبقى عندي كيسز زي ما انتم شايفين عندي فيها هنا كالسيفيكيشن وانا مش شايفه اي شادو للكمال، فبعمل سي بي سي تي اللي هي كوم بيم اكس راي، وبعمل عليها ديجيتال سكاننج، او حتى لو بعمل امبريشن عادي وبعمل له ديجيتاليزيشن، بوصل في الاخر ان انا باخد ستنت، يعني باخد جايد، باخد تري وموجود فيها المكان اللي المفروض ابدا اعمل منه دريلنج زي ما انتم شايفين هنا كده في الصوره. يبقى دي بس واحده من الحاجات اللي بقت موجوده اللي بقت بتسهل علينا الدنيا دلوقتي. طيب هل بقى الالتراسونيك تيب دي يعني ملهاش اي مشاكل؟ يعني دي سيف 100%؟ انا عايزه اقول لكم انه هوريكم كيس وللاسف هوريكم اوحش حاجه عندي بس دايما بتحصل الكيسز دي والمشاكل دي بتحصل مع ريكومندد كيسز. يعني انا لو اقدر فعلا اني ما اشتغلتش لاي حاله جايه باي ريكومنديشن او اي حد قريب، يا ريت ما نعملهاش. انتوا عارفين في مصر بنسمي انه في حاجه اسمها ريكومندوما، انه اوحش حاله هتعملها هي الحاله اللي متوصي عليها سواء اهلك او سواء قرايبك او سواء جيرانك. فالحاله دي بقى زي ما انتم شايفين كده فيها كلاسيفيكيشن موجود عند بارك تشيمبر، وهي جارتي وساكنه فوقيه. وطبعا انا فاتحه العياده دي بقى لي سنين طويله اكتر من 13 سنه، فكل شويه بغير اليوفط، يعني باخد درجه علميه اكتر، بخلص الماجستير، بخلص الدكتوراه، بترقى من مدرس لاستاذ مساعد، يوفط بقى رايحه ويوفط جايه، والدكتوره رايحه والدكتوره جايه، والمفروض بقى ان ايه هيلمان يعني احسن حاجه في الوجود. فالست جت بالمنظر ده وما لقيناش اي كنانس في اول زياره، ثاني زياره قلت لا يعني ايه يعني مش هنعرف نجيب لها كنانس، يلا التراسونيك تيب ونجرب. ونتيجه ان احنا كنا عاوزين نوصل للنتيجه مهما كان، الالتراسونيك تيب في كل الاحوال هي بتقطع، يعني سواء انت لو استخدمت اي اداه بشكل اكبر من المظبوط هيؤدي برضو الى وجود ميس هابس او غلطات. فلكن صحيح لقينا كمان صورنا وسط الكون، حتى عرفنا انها قصيره، بعدين ظبطناها في الاوبتيريشن. لكن الهدف من الكيس دي ان انا اقول لك انه دايما حتى في الالتراسونيك تيب ان انت لازم تبقى بتشتغل بكوشن، يعني ما تقطعش زياده عن اللزوم. وزي ما قلنا احنا عرفنا نوع الالتراسونيك تيب، بس لازم تبقى عارف ان انت لما هتيجي تعمل ترافينج، يعني عشان تدور على الكنال انت محتاج تشتغل في حاجه اسمها دراي وركينج مود. يعني ايه؟ يعني تيجي على جهاز الالتراسونيك ماشين بتاعتك وتقفل الميه علشان تقدر تشوف التيب بتقطع فين. والحاجه الثانيه ان انت بتغير السيتنج من ان هو يكون جنرال او باريو لامدو، وبتقلل السبيد بحيث ان هو تبقى مور سيف. طبعا الالتراسونيك تيب ممكن تستخدمها تريموف ستون، وهوريكم ليها فيديو، ممكن في الكيسز بتاعت الكلاسيفيكيشن، ممكن تعمل ترافينج زي ما شفنا في الفيديو الاولاني، ممكن لو عندك اصلا بقيت بتبريكا موجوده على الفلور او على الوولز وعايز تنضفها بعد ما تخلص، ليها مليون استخدام. يعني ممكن بعد كده اصلا نعمل محاضره بس استخدامات الالتراسونيك تيب في الاودنتيك تريتمنت. ده شكل البالب ستون، وهوريكم برده هنشوف في الفيديو هو ازاي بيستخدم الالتراسونيك تيب. وزي ما قلنا في الدراي مود علشان ابقى انا شايفه، لو انا شغلت الميه
المية هتلغي الفيجن بتاعي، فأنا بوقف المية فيها علشان أقدر أبقى شايفة أنا شغالة فين. زي ما انتوا شايفين هو بيحاول يكسر ايه الستون لغاية ما هيشيلها خالص في الآخر، يبقى كده شلناها وخرجنا. طيب الصورة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي بتقول ايه؟ انه انت كل ما تبقى شايف بعينيك مختلف تماما الفيجن عن لما تبقى شايف باللوبس، يعني حتى شايف الفرق ما بين عينيك انت شايف ولا حاجة، وان انت شايف باللوبس فشايف الماجنيفيكيشن، وطبعا لو انت شايف بالمايكروسكوب فانت شايف كل حاجة. فنتكلم انه لازم ننبست ان احنا يبقى عندنا اي نوع من انواع الماجنيفيكيشن، يا اما نبدا الاول بان احنا يبقى عندنا لوبس وبعدين نجو فور مايكروسكوب لما الامور تتحسن ان شاء الله. طيب انا عملت بريفريشن دلوقتي، قلنا كل الاسباب ازاي اعرف ان انا عملت بريفريشن. فاكتر حاجه بتضايقني ان اللي بيجي يسال اوكي بيجي حاطط صوره شبه دي، ده الاكس راي اللي هو حاططها، بيقول لك انا عملت بريفريشن مفيش بليدنج بينزل لكن في وجع بسيط عندي دخول الفايل. هل الاكس راي دي اقدر احدد منها فعلا اذا كان الفايل ده موجود جوه الكنال ولا لا؟ لا، انت محتاج ان الاكس راي بتاعتك تكون فعلا كلير. فبس من الاول نقول ان واحده من الانديكيشنز ان يحصل سادن بين، يعني ايه؟ يعني العيان يبقى قاعد وانت شغال ومفيش اي مشكله وفجاه بيحصل بين، فجاه يحصل بليدنج، يعني تبقى الفلور بتاعك ناشف خالص وفجاه يحصل بليدنج، يبقى انت عملت بلسيشن. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تدي لك انديكيشن. او بقى ان انا اشوفها على راديوجراف، احط فايل واروح مصوره اشعه، والاشعه زي ما قلنا لازم تبقى اشعه متصوره كويس. طيب هل بقى ان انا المفروض اشوف بس الفايل بره الكنال؟ لا، الاصح فعليا مش ان انا اشوف ان الفايل بتاعي بره الكنال، لكن الصح 100% ان انا بعمل حاجه اسمها تريسنج لللامينا ديورا او البريدونت ليجمنت سبيس. فلو لقيت الفايل بتاعي مش حواليه السبيس بتاع اللامينا ديورا، فيبقى انا كده متاكده ان الفايل ده موجود بره الكنالز. طيب ايه تاني بقى ممكن يساعدني في ان انا اعرف؟ اللي ممكن يساعدني ان انا اعرف هي الاجهزه بتاعت الاكس لوكيتر. دلوقتي الاكس لوكيتر بيديني قرايه امتى؟ بيديني قرايه لما الفايل يوصل يعدي الكنال كلها ويوصل عند الايبكس يلمس البريدونتال ليجمنتس. فيبقى لو الفايل بتاعي اول ما دخلته على الكنال اداني الصوت واداني قرايه ان هو وصل عند الايبكس، يبقى معناها انا عملت بريفريشن. طيب لو انا الايبكس لوكيتر اداني الصوت ده واداني قرايه انه عند الايبكس والفايل يا دوبك داخل 2 3 مللي بس في المكان اللي انا شاك ان هو يكون بريفريشن، فده واحد من الاسباب اللي ممكن تكون بريفريشن. بس عايز اقول لك انه في مليون حاجه ثانيه، خلي بالك انه ممكن يبقى في ليكج، يعني انت مش مركب باور داون كويس، ففي فلويدز، الفلويدز دي عامله كوميونيكيشن، فمجرد انك تحط الفايل برده هيدي لك القرايه. يعني الايبكس لوكيتر عشان كده احنا خليناه اخر حاجه، لانه في 100% بيكونفيرم هو الاكس راي، لكن ده حاجه من الحاجات اللي ممكن تدي لك انديكيشن. يبقى احنا عرفنا الاسباب وعرفنا ازاي اعرف ان انا عملت بريفريشن، ازاي بقى اصلح المشكله اللي انا عملتها؟ اول حاجه بقى هيقول لك انك ايه، خليك زي جورج قرداح. فيبقى سؤال دي انك مش عارف هتجيب منين هدوء الاعصاب اللي فيك ده، مش عارف تجيب منين هدوء الاعصاب دي. فيك تكون هادي لا اله الا الله، فيك تكون هادي مثلي، يلا خليك هادي. ما تعودتش عليها، ما تعودتش، بدي اعودك. قال لك لا بدي اعودك. يبقى اول حاجه خليك هادي، خلي اعصابك هاديه زي جورج خداح. ما ينفعش ابدا تدخل في كيس وانت مضطرب. احنا هنتعلم مع بعض بالظبط كانك شايف احنا هنعمل ايه، ولو اتعلمت هتبقى اعصابك اهدى. وحاول تمانج الكيس دايما ايا ما كانت ايه المشكله اللي حصلت، سواء هي صوتي هابن رايت اكسيدنت ودي حاجه كبيره جدا، او انك عملت بريفريشن، او ايا ما كانت ايه المشكله، باعصاب هاديه عشان تقدر تكنترول الكيس بشكل احسن. فيبقى احنا اول مشكله بتواجهنا ان انا عندي بليدنج، صح؟ الحاجه الثانيه ان انا عايز اعمل ديس انفكشن للاريا اللي انا عملت فيها بريفريشن، سواء بقى كان ده ريسنت او كان ده كان قديم. في كل الاحوال
انا محتاجه الحاجتين دول، ان انا اوقف البليدنج اللي بيطلع عشان حتى اتليست اقدر اشوف، والحاجه الثانيه ان انا اعمل ديس انفكشن. والاثنين دول ممكن نعملهم في نفس الخطوه. اول حاجه ان احنا هنستخدم الريجيشن، هتستخدم صوديوم هايبوكلورايت. انا بقول الريجيشن مش معناه ان احنا هنعمل انجكشن للنيدل بتاعتك جوه البريفريشن، لا، من على السطح كده انت بتعمل ريجيشن كانك بتعمل ريجيشن للبالب تشامبر بتاعك. طيب الكونسنتريشن بتاع صوديوم هايبوكلورايت بقى في الحاله دي لازم يبقى قليل، يبقى الكونسنتريشن بتاع صوديوم هايبوكلورايت يكون 1.5. ده كونسنتريشن قليل قوي، لان معظم اللي احنا بنستخدمه في العيادات بنخففه اتليست لغايه النص. الكونسنتريشن الفول 5.25، يبقى نصه اصلا 2.25، يبقى احنا بنخففه كمان ل 1.5، يبقى انت بتحط تقريبا الربع صوديوم هايبوكلورايت والباقي ميه. فده فيري لو كونسنتريشن، ما تبقاش خايف، لكن تبقى شايف ان انت يو ار نوت انجكتنج البريفريشن، انت من على السطح بس بتعمل اريجيشن. يبقى دي اول حاجه. طيب علشان اوقف البليدنج بقى انا محتاج اعمل حبه بريشر، فانا هجيب كوتون باليت قطنه احط عليها صوديوم هايبوكلورايت نفس الكونسنتريشن القليل، واجي من فوق احط كوندنسر واعمل بريشر، علشان انتوا عارفين ان البريشر هيوقف البليدنج. يبقى انا كده عملت اول خطوتين، ان انا عملت ديسانفكشن للبريفريشن سايت بتاعي ووقفت البليدنج. حلو قوي. تعالوا بقى نحط اي ماتيريال تعمل ريبير. لو حطيت اي ماتيريال، اي فيلم ماتيريال، هيحصل ايه؟ الفيلم ماتيريال ده هيعدي ويدخل عند البون، عند البون، احنا مش عايزين كده. فيبقى انا محتاجه اعمل ايه في الحاله دي؟ اعمل بارير، اعمل حاجز. بالظبط نفس الفكره بتاعت ان انت عندك كلاس 2. يبقى انت ليه بتحط ماتريكس كلاس 2؟ عشان لو حطيت الفيلنج ماتيريال بتاعتي هتعدي، انا مش عايزه الفيلنج ماتيريال بتاعتي تعدي، فاروح حاطه بارير يمنع ان الماتيريال اللي انا هحطها، الحشوه اللي انا هحطها، تعدي وتوصل للبول، الكافيتي للبول. طب ايه بقى البارير اللي انا عايزاه ده؟ احط ايه يعني؟ ايه مواصفاته؟ قال لك البارير اللي انا عايزاه ده لازم يكون ليه مواصفتين اساسيتين. اول حاجه ان هو يكون باي كومباتبل، ان انا احطه ده عند البلونتال ليجمنتس وعند البون، يبقى انا عايزه ماتيريال ما تعمليش اصلا اي رياكشن، تبقى باي كومباتبل وتبقى ريزوربل. يعني لما احطها هي هتبقى عند الليفل بتاع البون، انا عايزاها تسد يا دوبك. ما هو في الماتريكس في كلاس 2 انت بتحط مادة الماتريكس وتشيلها، هنا مش هقدر اشيلها، فيبقى لازم الماده دي تبقى بتدوب. فقال لك طيب اعمل ايه؟ استخدم اي نوع من الكولاجين ماتريكس. الكولاجين ماتريكس دول عباره عن شيتس او عباره عن بلاجز، في منهم انواع كتير جدا بيسموها كولا كوت، كولا بلاج، حتى الجيل فوم، اي نوع كولاجين او جيلاتين ماتريكس ممكن نستخدمه. الناس بتاعت الامبلانس عارفه، الناس بتاعت الجراحه عارفاه، فدي كل الاسماء اللي موجوده في الماركت. اي نوع كولاجين ماتريكس او كولاجين بلاج بيقصوا منه جزء بيجي شيتس بالمنظر ده، وبقص منه جزء بالمقص على قد الليفل اللي انا عايزاه. طب ايه بقى الليفل اللي انا عايزاه ده؟ خلي بالك انا مش عايزه احط كولاجين ماتريكس صغيره على قد البريفريشن، لا، انا عايزه احط جزء كبير قوي، علشان انا دلوقتي همسكها وادخلها جوه الكافيتي بتاعي، عايزاها تسد الكافيتي بتاعي وتبقى عند الحرف بتاعه من عند الليفل بتاع البول. لو انا حطيت نقطه صغيره على القد بالظبط هتروح وهتقوم وهتدخل جوه، مش هستفيد اي حاجه. فيبقى دي اول حاجه، انا عايزه اجيب كولاجين ماتريكس واجيبها زي ما انت شايف، هي شكلها كبير قوي دلوقتي، بس هنمسك بول برنشر ونبدا نعمل لها كوندنسيشن جوه البرفريشن. فيبقى دي اول خطوه، خليها تحت الليفل بتاع الفلور، هي هتعمل زي بارير زي ماتريكس. هاجي بعد كده اروح جايبه الام تي اي او الماتيريال بتاعتي اللي انا هستخدمها واحطها فوقيها. يبقى انا حطيتها جوه البريفريشن كافيتي بتاعي وعملت لها ادابتيشن كويس قوي، زي ما انتم شايفين انا حطها تحت الليفل بتاع البريفريشن، بس انا لسه هحط ريبير الماتيريال بتاعتي فوقيها. يبقى ده كان البليدنج في الاول، ده كان البريفريشن في الاول بالبليدنج وعملنا له كنترول. حطينا تاني حاجة الكولاجين ماتريكس، وتالت حاجة بقى أنا عايزة أحط الفيلم ماتيريال بتاعتي أو الماتيريال اللي هعمل بيها ريبير. طيب هستخدم ماتيريالز إيه بقى؟
طبعا كل لكم المفروض او كلنا عارفين الام تي اي، اجي استخدم الام تي اي زي ما انتم شايفين، ادي الابلكيشن كافيتي بتاعي، اروح جايبه الام تي اي واروح باستخدام الكارير الام تي اي كارير واروح حطاه جوه الكافيتي. بعدين يا اما استخدم بوند برش بتاعت الاوبريتف بتاعت البوند ان انا اعمل لها كوندنسيشن، او ان انا استخدم ظهر البيبر بوينتس في ان انا اعمل لها كوندنسيشن بحيث انها تبقى ان بليس، وفي نفس الوقت اشيل كل الاكسس اللي موجود عند الفلور. طب تعالوا نتكلم اكتر بقى ان انا اشمعنى اخترت الام تي اي. طبعا انتوا عارفين ان الام تي اي هو عباره عن باودر وليكويد، والليكويد بتاعه هو عباره عن ميه، بس ايه اللي يخلي الماده دي اقدر استخدمها؟ سواء انا بتكلم في ان انا عندي سورجري مثلا وهعمل ريتروجريد كافيتي، اوكي، او زي ما انتم شفتوا لو انا عندي كيس فيها بريفريشن في الفلور، يعني الماتيريال بستخدمها في كل حاجه، او اخر حاجه لو انا عندي فايتال باد ثيرابي، عملت اكسبوجر لون اوف ذا كانالز وعايزه اعمل فايتال باد ثيرابي واحافظ على الفيتاليتي بتاعت السنه دي. طيب ايه اللي يخلي الماده دي اقدر استخدمها في كل الوظائف دي؟ ازاي الماده دي حلوه جدا كده لدرجه ان احنا بقينا بنستخدمها في كل حاجه؟ يقول لك الماده دي ليها مواصفات حلوه جدا اللي هي هيدروفيليك، دي اهم مواصفه فيها. هيدروفيليك اللي احنا كنا بنقولها محبه للميه، دي الماده الوحيده في طب الاسنان اللي بتنشف وجود الفلويدز، فبالتالي لو عندي بلاد وكيس فيها سورجري يبقى دي حاضر استخدمها. لو عندي بليدنج اصلا في حاله اكسبوجر حاضر استخدمها. لو انا عايز بريفريشن وهتبقى ان كونتاكت مع فلويدز حاضر استخدمها. دي الماده الوحيده اللي عندي في طب الاسنان اللي بتنشف وجود المويتشر. طيب وانتوا عارفين طبعا ان البي اتش بتاعها بيساعد على ان هو يكون اصلا هارد تيشو فورميشن، والسيلينج اباليسي بتاعتها حلوه والماده بايكومباتبل، لكن لازم تعرفوا ان للاسف مفيش اي ماده في الدنيا، مفيش اي حاجه في الدنيا مميزه، بس هي يعني مميزات وعيوب واحنا لازم بنوازن ما بين الاثنين. طب عيوبها ايه؟ عيوبها كتيره جدا برضو. اوحش عيب على فكره هي انها difficult في المانيبيليشن. الماده دي باودر وليكويد، لكن للاسف هي مش زي البلاسي انا بدي لك في الاخر شكل كوره تقدر تستخدمها، لا هي ساندي يعني شبه الرمل جرانيولر، وتحتاج وقت طويل جدا علشان تبدا تعرف ازاي تستخدمها، يعني تقعد تعمل ميكسز كتيره جدا وفي الاخر بتعمل ويست لماتيريال كتيره جدا، ويا اما تحط ميه كتير يا اما تحط ميه قليله، في كل الاحوال هي بتحتاج وقت عشان تعرف تعملها مانيبيوليشن. المادة دي كمان من ضمن عيوبها ان هي بتعمل ديسكريليشن للسنان. لو احنا بنستخدمها في سنة انتيريور بتلاقي بالوقت ان السنان دي اغمقت. دلوقتي هقول لكم ان في موديفيكيشن منها بقى وايت ام تي اي، يعني عندنا وايت ام تي اي وجراي ام تي اي هقول لكم، لكن ستيل الوايت على فكره بيعمل سام سورت اوف ديسكريليشن حتى لو اقل من جراي، وليها لونج سيتنج تايم، ودي واحد من العيوب القاتله انها بتاخد وقت على هنا الفرق ما بين الوايت ام تي اي والجراي ام تي اي، والفرق ما بينهم هم تغيير نوع كومبوننت من الكومبوننتس، فخلى الام تي اي يعمل ديسكولريشن اقل والسيتنج تايم بتاعه بقى اقل، لكن ستيل هو بيعمل سام سورت اوف ديسكولريشن. دي كل انواع او معظم انواع الام تي اي اللي موجوده عندنا، في منها الام تي اي انجلس، ودي من يعني اشهر ام تي اي خالص، اشهر حاجه. وفي انواع تانية زي السيركامد عندنا ام تي اي، عندنا ريترو ام تي اي برضو، دي كلها انواع مختلفة. احنا عندنا في مصر ام تي اي مصري برضو هو نوع من انواع المساعدة انه الماتيريالز تبقى سعرها اقل بحيث ان كل الناس تقدر تستخدمها. انا متأكدة انه برضو اكيد كل الانواع متوفرة في اماكن كتيرة يعني. طيب الام تي اي الميكسنج ده بقى من اوحش الحاجات، ممكن تعملها على جلاس سلاب بس لو انت لسه بتبتدي، يفضل ان انت تعملها على الدمبنتش بتاع الامالجم. هتجيب واحد وواحد جديد ما تستخدموش في امالجم ولا حاجه، يبقى معمول بس علشان الام تي اي، وتبدا تحط الام تي اي وتحط عليه الليكويد بتاعه زي ما قلنا، ممكن يبقى عليه ميه سلاين، ممكن تستخدم الانستيزيا حتى، تحس انك تبقى بتقطر قطرات قليله وتبدا تعمل ميكس. طيب لو لقينا ان انا حطيت فلويد كتير، حطيت ميه كتير، ما ينفعش بقى في الحاله دي ان انا اروح احط ام تي اي، لان قلت الماتيريال اكسبنسيف، الماتيريال غاليه جدا. لا، الحل ان انا احاول اسحب المويشر ده، يا اما زي ما انتم شايفين بالفيديو نستخدم كوتن باليت ونحطها فتشفط الميه،
او احنا بنستخدم البيبر بوينتس، بنجيب 3 4 بيبر بوينتس ونحطهم جوه الميكس بتاعنا، فبيروح عامل ابسوربشن للمويشر الموجود الاكسس. وبعدين نستخدم الام تي اي بقى جان او كارير، برضو قلنا في منها انواع غاليه جدا زي الماب. الماب سيستم ده من قبل المشاكل بتاعه الدولار والغلو والحاجات اللي بتحصل كان سعره 10000 جنيه، معرفش ده سعره عندكم قد ايه. عندنا برضو الباي فيلينج، ليه الماتيريالز دي غاليه؟ يعني ليه الاثنين ام تي ايز اللي فوق الكاريرز اغلى من اللي تحت؟ لان هما معمولين من نيكل تيتانيوم، فبالتالي تقدر تعمل له بندنج. فلو انا عندي بريفريشن مش موجود بس عند السطح عند الفلور ده، انا بتكلم لو عندي جوه روت كانال اقدر استخدمه، لو عندي سيرجري اقدر استخدمه. ويبقى ده وان اوف ذا ادفانتج بتاع انه يبقى عندك ام تي اي كارير من النيكل تيتانيوم. او في انواع اقل موجوده في الماركت وكلنا بنستخدمها وستيل محتاج، بس الفكره كلها ان انت تبقى بتترين، يعني بتعمل تريننج كتير علشان تقدر توصل للنتيجه المطلوبه. طب لو انت مش حابب تستخدم الام تي اي كارير، الام تي اي كارير اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو شبه الامارك كوندنسر بس الحجم بتاعه صغير جدا، ممكن نستخدم حاجه اسمها ام تي اي بلوك. الام تي اي بلوك ده عباره عن بلوك بلاستيك زي ما انتم شايفين، فيه جروفز، الجروفز دي ليها سايزز مختلفه ومقاسات مختلفه، يعني الطول والحجم بتاعها مختلف. بتملى الـ MTA جوه الجروف ده وتمسحه كويس، دي أهم خطوة، إنك الـ MTA موجود جوه الجروف بس، وتجيب كارفر شارب كارفر وتشيل بيه البلوك، تشيل بيه البلوك من الـ MTA اللي أنت عملته. تعالوا نشوف، عملنا ميكس للـ MTA هنا لغاية ما وصلنا للكونسيستنسي اللي إحنا عايزينها. بعدين هنجيب الـ MTA. طب يقول لك طبعا انت مش عايز ولا اوفر ويت ولا اوفر دراي، هتجيب بقى الام تي اي هتاخده على الاسباتيلا وتحطه جوه الام تي اي بلوك اللي احنا لسه كنا بنقول عليها دي المليانه جروفز، تعمل له لودنج جوه الجروفز. والحاجه الاساسيه جدا 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 اللي هنشوفها دلوقتي، ان انت لازم بعد ما تحطه جوه الجروفز ان انت تتاكد ان انت مسحته كويس من على الاكسس، بحيث ان الماتيريال تبقى موجوده بس جوه الجروفز، ولما تيجي تشيلها تطلع معاك مظبوطه. هنجيب هنا بقى علشان نشيلها هنجيب زي ما قلنا شارب كارفر، هتحطه عند اول بوينت خالص من البلوك وتعمل موفمنت بسرعه، فيطلع معاك الام تي اي على شكل الجروف ده، تاخده وتحطه في البريفريشن اللي احنا عملناه. يبقى انت لو ما عندكش حتى الـ MTA كارير ممكن تستخدم التكنيك ده. طب لو احنا عايزين يعني نوع نعمل احنا يعني MTA بلوك، ممكن تجيب التريننج بلوكس دي او اي حاجه بلاستيك تعمل فيها انت الجروف، اوكي، وتجيب برده الـ MTA وتحطها جوه. اهم حاجه الجروف اللي انت تخلقه ده لازم تعمل له سموثنج كويس قوي، وبنعمل نفس الحاجه بالظبط، بنعمل نفس الموفمنت، بنستخدم كارفر شارب وبيطلع لنا الـ MTA. طيب احنا قلنا الـ MTA ده مشاكله الاساسيه ثلاث حاجات، ان هو بيعمل ويست نتيجه انه very difficult to manipulate، ان هو بيعمل discoloration وان السيتنج تايم بتاعه كبير قوي. طب ما فيش اي حاجه احسن؟ ما فيش اي حاجه احدث؟ لا، في احدث طبعا، لانه يعني العلم بيتطور على طول واحنا لازم نفضل بنواكب التطور الموجود، لانه بيسهل علينا حياتنا مش بس احنا بنعمله فانتازيا. فقال لك في بري ماكسد كالسيوم سيليكيت سيمنتس. يعني ايه بري ماكس؟ يعني انا بدل ما اقعد اعمل الاسيد ده كله اللي انت لسه كنت بتحكيه لي، وممكن اجيب تيوب كده وادوس يطلع لي السمنت بتاعي بالظبط. فيبقى احنا في احنا كل الحاجات دي موجوده عندنا. عندنا النيوباتيت دي وان اوف ذا ماتيريالز، شبه ما انتم شايفين كده في التيوب، بتدوس على التيوب بتطلع لك الماتيريال، بتاخدها تحطها جوه الكافيتي الموضوع بتاعها، وكل الهاسل بتاعت الـ MTA دي انتهت. او التوتال فيل من الـ FKG، خليني اقول لكم ان انا قلت لكم كل الشركات بتاعت كل حاجه، فاحنا ما عملناش اي افليشن مع اي شركه من الشركات. انا بقول لكم كل المواد اللي موجوده في الماركت، بحيث انه لو انتم عايزين تسالوا على حاجه وتسالوا على الاسعار تبقوا عارفين تسالوا عليها. لكن طبعا لازم تبقوا عارفين ان كل حاجه وليها الديس ادفانتج بتاعتها. الماتيريال دي اغلى بكتير من الـ MTA، اللي احنا قلنا ان الـ MTA اصلا من المواد الغاليه في الاسنان.
فيبقى زي ما انتوا شايفين في الاخر ولا ميكسينج ولا اي حاجه، هتطلع الماتيريال على قدر اللي انت عايزه، سباتيلا هتاخد هتقطعه وتاخده بعد كده كوندنسر بيرنشر، او على زي ما قلنا بوند براش، واحده من احسن الماتيريالز اللي تقدر تستخدمها. طب الكلام ده كله لو احنا قلنا ان ده فريش، لو هو لونج لاستنج هيبقى عندك خطوه واحده زياده. خطوه واحده زياده ان انت هيبقى عندك جرانيليشن تيشو موجود جوه الفلور، شبه جوه البرفريشن. جرانيليشن تيشو ده كل ما هتلمسه هيطلع بليدنج. بالظبط نفس المشكله لو اي حد بيشتغل سيرجري عارف انه لما بيفتح سيست او يعني بيعمل سيرجري، طول ما في جرانيليشن تيشو جوه البون كافيتي، طول ما في بليدنج، طول ما في انفكشن، فيبقى انا لازم اشيل الجرانيليشن تيشو الموجود. عندي ثلاث طرق، استخدم الالتراسونيك تيب، يا اما تستخدم شارب اكسلريتر، يا اما تستخدم راون بير بلو سبيد، وده يعني اقل حاجه واوحش حاجه، لكن هي من ضمن الاوبشنز اكوردنج اللي انت عايزه ايه. الالتراسونيك تيب هتاخدها وتدخلها جوه الكافيتي بحيث انك تقطع الجرانيليشن تيشو الموجود ده. طيب لو هو لونج لاستنج بيرفريشن، معناه ان انا عندي انفكشن. طالما انا عندي انفكشن لازم نبقى عارفين ان ده معناه انه عندي البي اتش بتاعي بقى اسيدك. الام تي اي من ضمن الحاجات اللي ما بتنشفش في الاسيدك ميديوم، فتيجي تقول انا حطيت ام تي اي وجيت الزياره اللي بعدها علشان احشي لقيت الام تي اي ما نشفش. ليه ما نشفش؟ نتيجه ان في اسيدك ميديوم. يبقى انت هنا محتاج ان احنا نحول الميديوم دي من اسيدك لالكالاين، ان انا اشيل الجرانيليشن تيشو واحط كالسيوم هيدروكسيد. كالسيوم هيدروكسيد مواصفاته انه انتي بكتيريال، والحاجه الثانيه هيعدل لي البي اتش الموجوده بحيث ان انا لما اجي احط الام تي اي الام تي اي ينشف. طيب خلينا نشوف فيديو مع بعض كده، احنا جبنا سنه وعملنا فيها اكسس وعملنا فيها بريفريشن وبعدين صلحناها. دي السنة بعد الأكسس، حلوة جدا وجميلة، وبعدين هوريكم البريفريشن. ده البريفريشن بتاعنا. طبعا هنا عملنا حاجة اسمها ايدنتيفيكيشن اوف ذا كانالز، يعني أنا اتأكدت إن كل الكانالز موجودة، وإن هي أنا هقدر أعمل ريبير للبريفريشن من غير ما الماتيريال بتاعتي تدخل جوه الكانالز. بعد الفيديو هقول لكم إحنا ممكن نعمل إيه في الحالة دي. طيب أنا هنا استخدمت الألتراسونيك تيب في إن أنا أنظف البريفريشن سايت بتاعي لو عندي جراديليشن تيشو، وبعدين استخدمت الارجنت والقطن وعملت فيها وعملت البريشر علشان اوقف البليدنج. انا بقول لكم لو تخيلنا يعني. وبعدين هنا جبنا الكولا بلاج وجبنا قطعه كبيره جدا وقسمناها وعملنا لها انسرشن جوه الكافيتي بتاعي، نزلتها بحيث ان الريفريشن المارجنز بتاعتي سليمه وانا شايفاها، عشان اقدر احط الفيلنج ماتيريال بتاعي او الريبير ماتيريال بتاعي. وبعدين جبنا بعد كده جبنا الام تي اي. معلش بقى معتذر. وبعدين ابتدينا نحط الام تي اي زي ما انتم شايفين في انكريمنتس، حطينا اللاير. وهنجيب دلوقتي لازم يا اما بوند براش يا اما زي ما قلنا هنا ده بيبي بوينت، ان انا اعمل لها كوندنسيشن جوه الكافيتي بتاعي. والحاجه الثانيه بنضف، لازم انضف حوالين الريفريشن كافيتي علشان الفلور لازم يبقى 100% نظيف. هنا حطينا اللاير ثانيه من الام تي اي. بعدين بتشيل بقى الاكسس، بتعمل كوندنسيشن عشان تتاكد ان هو مكانه مظبوط. هنجيب بوند براش زي ما انتم شايفين، واقدر اشيل كل الاكسس اللي موجود على اللور. اتاكد دايما ان الكنالز بتاعتي بيتنت وما حصلش انه اي حاجه من الماتيريالز دخلت جوه. طب لو انا مش اكسبيرينس قوي كده ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل الاول ميكانيكال بريبريشن للكنالز الاول، وتستنى لغايه ما تخلص وتعمل اوبتيريشن، وبعدين تصلح البريبريشن للبير. ده حل رقم واحد.
حل رقم اتنين ان انت تحط بيبر بوينتس او تبركه جوه الكنالز بحيث انك تسدها وبعدين تعمل الريبير للبروفيشن. وده الحل الاسلم لو احنا ما عندناش ماجنيفيكيشن وما عندناش اكسبيرينس، فانت مش شايف الكنالز فخايف انه اي حاجه من الماتيريالز بتاعتك دي تدخل وتسد الكنالز، يبقى يا اما تعمل الاول الميكانيكال بريبريشن كله في الاول وتحط البريكر بوينتس تقصها بس من عند الطرف بحيث ان انت تبقى لسه شايف البريبريشن كافيتي، يا اما تخلص الاوبتيريشن خالص وبعدين توصل للبريبريشن وتسدها. من المحاضره اللي انا قلتها دي نعرف ان انا طول ما انا عندي السايز بتاعي صغير والتايم بتاع ريبير اول ما حصل صلحته كل ما البروجنوزس بتاعي بقى احسن، لكن كل ما هو بقى كبير وكل ما انا اتاخرت في ان انا اصلحه كل ما الكونديشن